بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. استكمالا لعرض الكورس كونتنتس، نعرض الآن للسكند بارت أو بارت 2 اللي هو الاندستريال روبوت كونتنتس. بنيجي نبدأ إن شاء الله بشابتر 6 اللي هو An Introduction to Industrial Robots، ومن خلاله بنعرف The Context of Robotics، بنعرف What is an Industrial Robot، Features of Industrial Robots، بنعرف فيه برضو من خلالهم What is the Robotics، What is the Term Robotics، لازم نعرف معناه ونعرف نفرق بين What's Robotics and What is the Robot، لازم نعرف الفرق بين دي ودي إن شاء الله هنعرض له. بعد كده بننتقل The Industrial Robot System، بنشوف في Industrial Robot Systems إن أنا عندي The Robot Arm The Complete Robot، والComplete Robot اللي هي بيبقى فيها Robot Arm، فيها الكنترولر، وفيها الديبندنت، وفيها التيرمينال، وعندنا دي ورك انفايرمنت هنعرض ليه ان شاء الله. ننقل بعد كده لشابتر 7 اللي هو الكلاسيفيكيشن اوف روبوتس اند ذير جيومتريز. الحين هنا بنقسم الكلاسيفيكيشنز الى 5 كلاسيفيكيشنز، وبنيجي نقول اول حاجه كلاسيفيكيشن باي ارم كونفيجريشن. الكلاسيفيكيشن باي ارم كونفيجريشنز، وي هاف 5 كونفيجريشنز اللي هما كارتيزيان وسلندريكال وبولار وسكارا وجوينت. الكلاسيفيكيشن الثانيه اللي هي باي كنترولر، وي هاف 3 تايبس اوف كنترولر. وبعد كده الكلاسيفيكيشن باي باور سبلاي، هنجد عندنا هيدروليك درايف ونيوماتيك درايفز وفي دي سي الكتريك درايفز. التقسيم اللي بعد كده اللي هو ال LERT classifications اللي هو عبارة عن linear, extensional, rotational, twisting classification. أوكي؟ آخر classification يبقى إيه؟ classification by generations، الأجيال المختلفة بتاعة الروبوت بنعمل على أساسها ال classification. بنيجي لشابتر 8 اللي هو إيه؟ manipulator power supplies. We have got 3 types of power supplies اللي هو pneumatic power وhydraulic power والكتريك باور، وبنعرض في اخر الشابتر الى الادفانشن اند ديس ادفانشنز بتاعت كل نوع، وهل نوع واحد هو اللي نستعمله ولا الانواع الثلاثه ليها الامكانيات اللي بتوظفها حسب الجوب اللي احنا هنشتغل فيها. هنشوف ده ان شاء الله ونعرف. بعد كده بنتطرق الى الروبوت اند افكتور. وات ذا روبوت اند افكتور اللي هي بالعربي يا شباب بنترجمها النهايه الفاعله للروبوت. هي احنا الروبوت كروبوت هو عباره عن ان انا باخد منه الموشنز to move from one place to another. إنما إن أنا أقول الروبوت ده هيعمل welding ولا riveting ولا painting ولا إيه الوظيفة اللي يعملها، دي اللي بيقوم بيها الـ end effectors. والـ end effectors بنخلصها في حاجتين اتنين اللي هما الـ gripping والـ tooling. أوكي؟ فلو جينا بنعرض بقى في هذا الشابتر الـ end effector definition، وبعدين بنعرض إيه للـ mechanical gripping، بنعرف نحسب الفورس اللازمه ان انا اعمل بيها الجريبنج لاي شغلانه من اللي هنتعامل معاهم ان شاء الله من خلال الاكزامبل ان شاء الله اللي احنا هنعرض له في اخر هذا الشابتر. بنيجي نتعرف بعد كده على الاذر تايبس اوف جريبرز. عندنا هنلاقي انواع اخرى من الجريبرز زي الفاكيوم كابس، وفي الماجنتيك جريبرز، وفي عندي الاديسيف جريبرز والهوكس والفلاتنج والسكوبنج، وكل حاجه ان شاء الله بنعرضها وبنعرض ليها فيديو يوضح لنا ازاي بنوظف العمليه دي او بتشتغل ازاي. اخر حاجه بنعرض لها اللي هو في هذا الشابتر لو الجريبنج ديزاين جايد، وبنعرفك الستبس اللي تعمل بيها ازاي الجريبر والرولز التي يجب ان تاخذها في اعتبارك لما تيجي تعمل الجريبر. اخر تشابتر في الكورس بتاعنا هيكون justifying the use of robots. هنا بنقدر نعرف من خلال حاجتين اتنين، justifying a robot's cost through payback periods calculations و justifying a robot's cost through return on investment calculations. يعني عايزين نوضح هنا ان احنا ما نقدرش نطبق الروبوت في اي بلانت غير لما نعمل الدراسه اللي تمكننا ان احنا نقدر نقول ان ده نستطيع نستعمله او لا. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.